هم في منكم يعرفه، وهو فكرته أن امرأة فيها بويضة وفي قابلية لبويضة للتلقيح، ولكن لا تستطيع أن تحمل، أما خلل مرض في عندها عذر طبي أنها ما تحمل، أو إذا حملت ينتج عنها الضرر كبير عليها أو ما تحمل، إنما في عندها البويضة صالحة. هذا طبعا أول مشكلة تواجهها اللي تحتاج. وفي المقابل يكون الزوج وضعه طبيعي 100%، طبعا بين قوسين ذي يعني حقيقة الواحد يعجز عن شلون يوصف الحالة، أن زوج يستطيع أنه هو مثلا يعني أن واحدة تحمل غير زوجته، سواء يعني يتزوجها عليها أو يطلق الأولى أو بالطرق الشرعية طبعا، لكنه مصمم على أن يكون ابنه من هذه الامرأة. طبعا ذي يعني نوع من الإخلاص والحب ماله. طيب الفكرة طبعا أنهم أول شيء بما أن الزوجة ما تستطيع تحمل بس فيه بويضة صالحة للتلقيح، طبعا يتم هنا البحث عن امرأة عندها قابلية انها تحمل وقبول، اوكي، وعادة تكون هالمرأة ذي اللي راح تكون حاضنة للبويضة بعد عملية التلقيح، عادة يعني يتم اختيارها بالبحث عنها في البلدان المحتاجة في المجتمعات المحتاجة. ليش؟ لان هنا راح يتفقون معاها ويقول لها يا امرأة راح تتم عملية تلقيح بويضة، ومن ثم سوف توضع هذه البويضة الملقحة في الرحم عندك، وراح تحملين فيها ويتكون عملية الحمل بالشكل الطبيعي، وإذا جاء وقت الطلق جاءت الولادة أنت راح تولدين هذا الطفل بالشكل الطبيعي، وما أن يخرج من رحمك بالشكل الطبيعي أو أحيانا بالقيصرية حسب، لكن غالبا أوكي سوف يتم أخذه مباشرة، ومقابل ذلك بنعطيك فلوس قدره الشيء الفلاني. طبعا هي المفروض بعد ما تولد مباشرة ياخذون، كما عرفت ياخذون الطفل من رحم يعني من ولادته الطبيعية ما تشوفه، حتى لا يحصل هناك يعني تفاعل عاطفي تجاه هذا المولود، ويعطونها كروته وخلاص تروح، ويمكن بعضها تتم مع فترة ما، لكن على كل حال حسب الظاهر انها تمر بمرحلة صيانة نفسية يعني دكتور نفسي. بعد ذلك تجي الأم الأصلية صاحبة البويضة تأخذ الطفل وهي ويا زوجها، ورجعون إلى بلادهم ويبدون يربون الطفل كأنه هي اللي ولدته بالشكل الطبيعي. طبعا هنا الأصل أصل البويضة وأصل الحيوانات المنوية هو من الأبوين، وذيك الأمرأة أو الرحم المستأجر هو عبارة عن حاضنة حطوا فيها هذه البويضة الملقحة فترة الحمل ولدته وانتهى دورها خلاص. طبعا هنا التساؤل الكثير يخطر على بالي بأن هل حلال ولا حرام. طبعا هناك اختلافات وخلافات بين العلماء من جميع طوائف المسلمين، بينهم منهم جزء أحل ذلك إذا كان هناك داعي أو هناك ضرورة، ومنهم حرم، ومنهم كل واحد هذا رأي فقهي. لذلك يلي قطع لا تقول لي حرام ولا تقول لي حلال، اترك الإجابة لرجل الدين بحسب المعطيات اللي راح يعطى في القضية، هو راح يجاوب إذا كان أهلا للإجابة. هنا نجي إلى الحالة النفسية والوضع الاجتماعي، شلون هالطفل بيتربى عند أبويه علما أن أمه ما حضنت ما حملته ما كذا، قد تكون رضعته ترضع يمكن، لكن شلون راح يكون وضعه لما يكبر؟ هل دي راح ينعكس على نفسيته أن أمه ما بولدته لكن البويضة الأصلي من أمه؟ يعني معادلة. أنا طبعا لست ضد ولست مع، إن شاء الله ما أحد يحتاج حد بي، لكن ذي حصلت كثير، بغض النظر عن الجانب الفقهي، بغض النظر عن الجانب الإنساني، بغض النظر عن كل هذا، طبعا في منكم يعيد وفي منكم يعارض، واعتقد الأغلبية يعارض، لكن كلنا احنا يلي انجبنا عيال ما قاعدين نحس باللي تحس فيه مسكينة هالأم او هالأب اللي يبون اطفال. الله لا يحرم مسلم ان شاء الله من اطفال من ذرية، ويرزق اللي ما عندهم يا رب ان شاء الله. البعض إذا عنده إذا افتقد أو فقد شيء غالي جدا يقول لك أنا مستعد أقدم الغالي والنفيس وأسوي أي شيء، طبعا يكون حلال في سبيل أني أنا أحصل على اللي عند الناس وأنا مو عندي. لكن النقطة الملفتة مثل زيد من الناس ما طلق زوجته ما تزوج عليها، استأجر رحم وجاب منها طفل جديد، أهم شيء ما يترك زوجة الأولية. طبعا في نقطة هنا مهمة، المرأة اللي استأجره ورحمها يعقد عليها عقد نكاح، انتبهوا، يعقد عليها عقد نكاح ومن ثم يطلق.
يعني إذا بحثوا عن المرأة اللي راح تكون حاضنة يتفقون معاها. وهنا طبعا هنا لابد أن يكون ذلك أن الزوج يعقد عليها العقد الشرعي، عقد نكاح شرعي، لأن العملية هنا يعني دقيقة. وبعد ما تولد يتم عاد تطليقها. هذا المتعارف عليه. اللي أعرف أن أغلب الدول الإسلامية فيهم مشكلة من هالناحية، وإن كان في بعضهم سووا في دول إسلامية، بس ما أدري يعني هل بشكل قانوني ولا غير بشكل قانوني. عطوني انطباعكم. هذا طبعا الموضوع عشان أحد الأخوان طلب منا، فأنتوا عطونا آراءكم، شو انطباعكم. ما نبي الرأي الفقهي رجاء، ما حد الرأي الفقهي اتركوا للفقه. عطونا الرأي، تقدير رأي اجتماعي، تقديركم. أنتوا الأمهات اللي أنتوا أكثر ناس تشعرون بالأمومة. الله إن شاء الله يحفظ أمهاتنا يا رب إن شاء الله. عطونا انطباعكم، هل شلون راح تربيه؟